بداية اشترك معنا، اضغط لايك على الفيديو. هذا المحارب، المحارب العنكبوتي، المحارب العنكبوتي، المحارب العنكبوتي هيتحدى اللي هو التنين الفضي. التنين الفضي والمحارب العنكبوتي حطهم جنب بعض. شوف مين بتقولوا حيكون اقوى؟ اثنين ثلاثة. حميت فاز التنين الفضي هدايا مقابل ثلاثة.
والذي يفوز ايوان سيطر عليه يلا اضرب كسر العب عصف شوية عشان هل قلنا نبدل البلابل ضعت بابا فرفولي هو ياخد المكبر تبعك رأس يبسل شرادي مالك بلبل يا عنكبوت شرادي فيه لف حقن لي استعيد طاقتك لا لا استعيد طاقتك ولا حاجة أنا عندي طاقة لسه أكبر منك التنين الفضي بيسيطر على كل الفيديو ايش بيسيطر على كل الفيديو وانت يا عنكبوتي لك حظا اوفر المره القادمه تمرن اكثر لكي تغلب التنين الفضي